ولا تحتفظ بالمرحلة نفسها. لا راح انطفى، وصلت مرحلة 10. مثل مين هذا اللي قاعد يقول الله يلعن الام؟ هذا محمود سور بس ورديات. لا يا زمن، لا يا زمن جيري تيري تيري، لازم تاخذ على جيري واحد، على جيري واحد اللي زي كذا السور، لازم تنط 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 ضربة. طحت بس بعدين رجعت ما ادري ايش صار. اوكي سهل في اي مغرس يا عيال. ما بيزي عبد الله ما بيزي يا عيال. 11 شباب مرحلة 5 ايش وضعها؟ انا 11 انا 4 4 و 5 يعني تسوق امه والله تسوق امه. الدرجة عندكم صح؟ طيب وان بلوك وجدار اقول لك الله يخليك يا عبد الله. لا شوف على يمين على اليسار، ما تعلي المره يسار عشان قدام يعني عشان ما يبطل. بس شكله هذا رابع فيصل تعبان. جيتكم يا شباب، انا محترف اكثر منه. ليه ما طحت انفجر عليك. السالفه عندي عزم في النهاية هو بيموت. شكرا لك الله يعطيك العافية. ما قصرت والله. الله كيف هذه؟ صعبة. أتوقع يمكن لازم ما نتحرك. صح؟ يمكن بس نط عليه ما نتحرك. واو. لا أفضل تموت على وقتك. يقول لي بريك. هذه لا هذه بسيطة لا ما أحتاج قطعة ولا شيء. اوه ماي جاد شقلبت ما ادري كيف عديتها. مرحلة 21 الله يلعن ام الحظ النايس. مرحلة 22 سبيد رن ما تحركت بس لازم تظبطها. احمد وينك انت في السيارات ولا عديتها؟ عديتها شوف واحد يطلع عندي. لا لا وسويتها. سي يو ليتر يا وحش. عند المطبخ. واو ما اخذت الريسبون خويكم يسوهم حتى انا وبعد اخذت اوكي. انا مرحلة 25. شو وضع امه هذي؟ شو وضع امه؟ واو يا ورا مرة يا قدام مرة. فيس مان الايف يا كيمي. او ماي جاد تو انا صقعت ما ادري كيف عشت. دعست على الكفر غلط. دعست على الكفر غلط رحت يمين. ياهو يا عيال وربي خرا. اوكي الحمد لله ما مت. اللي بعد ال ياهو مرحلة 32 فاينالي. هلا اشوف لي مع ذي فوووو.